اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم صدى الاقلام. نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. العربي الجديد عنونت تنسيق عراقي تركي لضرب حزب العمال الكردستاني في سنجار. أما المدى كان عنوانها اقتراب القطاعات من البيشمركة أوقف عملية لملاحقة داعش في جنوب كركوك. الحياة اللندنية، نواب عراقيون يناقشون رفع دعوى قضائية لاسترجاع ملاحة خور عبدالله من الكويت. عنوان القدس العربي كان الغزيون يتوافدون قرب الحدود مع الاحتلال تمهيدا ليوم الزحف الأكبر. موقع الخليج أونلاين، إصابة أكثر من 100 فلسطيني في ثالث أيام مسيرة العودة. العرب اللندنية، جيش الإسلام يستسلم لخيار الترحيل من دوما إلى جرابلس. وفي الخليج الإماراتية، الجيش اليمني يواصل تقدمه الميداني في جبهة الظاهر بصعدة. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات. تتزايد وتتصاعد دعوات من قيادات لفصائل عراقية لإنهاء وجود القوات من التحالف الدولي في العراق، بل التهديد بشن هجمات مسلحة عليها في حال عدم الانسحاب، فيما تقول الحكومة إنها ما زالت بحاجة لهذه القوات. عدنان حسين يقول في صحيفة الشرق الأوسط إنه في الظاهر تبدو المفارقة كبيرة، لكن المفارقة تتلاشى إذ نعرف أن هذه الدعوات إنما كانت تصدر دائما من قيادات لجماعات حليفة لإيران، بل بعضها يعلن صراحة أنه من مقلدي ولاية الفقيه الإيرانية، بمعنى أن دعوات الانسحاب جملة وتفصيلة مجيرة لصالح إيران. إيران رفعت من ضغوطها للمطالبة بانسحاب قوات التحالف مع تولي ترامب السلطة في العام الماضي، وبالذات منذ أظهر العزم على إعادة النظر في الاتفاق النووي وتهديده بفرض عقوبات جديدة على إيران في حال رفضها مطالب واشنطن التي تتهم طهران أيضا بالوقوف وراء الإرهاب الدولي. الضغوط الإيرانية على الحلفاء في العراق لمواصلة وتصعيد المطالبة بسحب قوات التحالف محكومة بعنصرين. الأول، القلق الإيراني الدائم من أن القوات التحالف يمكن توظيفها في هجوم أمريكي محتمل على إيران. هذا القلق لم تخفف منه التأكيدات العراقية المتكررة، لا سيما على لسان العبادي، أن الحكومة لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للعدوان على أي دولة أخرى. أما العنصر الثاني فيتمثل في الخوف الإيراني المتنامي من تراجع نفوذ طهران الطاغي في العراق. هذا الخوف يكمن وراءه واقع أن حلفاء إيران في العراق لم يعودوا في أحسن أحوالهم. هم الآن يواجهون مأزق تراجع نفوذهم الداخلي، فالأحزاب الشيعية ليست في حال الاسترخاء التي كانت عليه منذ 2003 بعد أن فشلت الحكومات التي قادتها في تحقيق الإصلاح والتنمية وتقديم الحد الأدنى من الخدمات العامة. الكاتب يرى أن إيران تدرك هذا جيدا، وفيما تجاوز عدد من مسؤوليها على اللياقات الدبلوماسية بالتدخل في الشأن الانتخابي العراقي صراحة، بالتحذير من تنامي شعبية المدنيين واليساريين، فإنها تقرن ذلك الآن بالضغط لتصعيد المطالبة بانسحاب قوات التحالف الدولي. فإيران تريد لهذا الانسحاب أن يحصل قبل أن تتشكل الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات الشهر المقبل، وقبل أن يقرر ترامب خطوته التالية حيال طهران. تنتفي عن وثيقة الشرف الانتخابية التي وقعها ممثلو الكتل السياسية العراقية الصفة الدستورية
لسبب وجيه، ذلك أن صياغتها تمت خارج المؤسسات الشرعية. همام طه يرى في صحيفة العرب اللندنية أن لغة وسياق وإعداد وثيقة الشرف يكشفان أنهما أبعد ما تكون عن تحقيق هدفها المعلن في ضمان نزاهة الانتخابات، ويعززان الاعتقاد بأنها صفقة لتغليب إرادة النخب على إرادة الجمهور من الناخبين، بمعنى إفراغ العملية الانتخابية من محتواها قبل أن تبدأ، واحتكار رسم مساراتها عبر منح قوى المحاصصة الطائفية صكاً للتحكم في سير عملية الاقتراع والسيطرة على مدخلاتها ومخرجاتها. ما كان ممثلو القوى السياسية ليوقعوا الوثيقة لو لم يكونوا على يقين من أنها بلا قيمة قانونية ولا أثر واقعي لها على صعيد ضبط السلوك الانتخابي. وقد بدت اللغة الفوقية واضحة في أول سطر من الوثيقة، إذ زعم واضعوها أنها تأتي انطلاقا من حرصنا على توفير أجواء سلمية لانتخابات حرة ونزيهة، وهو ادعاء لا يمكن الوثوق به. ومن المتوقع أن تتحول هذه الوثيقة نفسها إلى مظلة للتزوير المشرعا وغطاء للتلاعب عن المسكوت عنه. وتشترك الكتل النيابية المختلفة في التغاضي عن أنشطة الفساد الانتخابي بطريقة تسمح للجميع بالاستفادة منه، الأمر الذي يعكس عدم ثقة هذه القوى بإمكانية نجاح العملية الانتخابية. وتخشى الأطراف الشيعية مقاطعة جمهورها للانتخابات بسبب النقمة على الأحزاب الحاكمة، بينما يخشى الطرف السني عدم قدرة جمهوره على المشاركة من الأساس بسبب ظروف النزوح ونكبة المدن السنية. وتشي بنود الوثيقة في مرحلة ما بعد الانتخابات أنها معدة لتكون مظلة للتفاهمات التي انطلقت مبكرا بين الكتل المهيمنة لتوجيه نتائج الانتخابات بما يضمن إعادة إنتاج النظام وفق ما تصبو إليه خططهم. الكاتب يقول إن توظيف المقدس يتجلى في إباحة الوثيقة لما أسمته الاستفادة من المنابر الدينية لتشجيع الناس على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، ما يعكس ضمنيا السماح بتوظيف الخطاب الديني في الترويج للتصويت على أساس طائفي بحت. لذلك سيكون الزج بالمؤسسة الدينية في العملية الانتخابية من هذا الباب تدخلا في حرية الناخب ومصادرة إرادته الفردية في الاختيار بين المشاركة والمقاطعة، ما يعني إفراغ العملية الديمقراطية من محتواها. انتقلنا إلى صحيفة الحياة ووجدنا مقالا كتبه حازم أمين، حيث وجد في مثلث الحرب المذهبية الشرقية أي العراق وسوريا ولبنان ثمة فراغ هائل اسمه العرب السنة. في هذا الفراغ ولد داعش، وفي هذا الفراغ تم أيضا القضاء عليه، واليوم تغيب هذه الجماعة أي العرب السنة عن جميع البرامج البديلة. في العراق لا أثر للسنة العرب في العملية السياسية الجارية، وفي سوريا تلحق بهم الهزيمة والأخرى، وفي لبنان جرى إلحاقهم بمشروع دولة حزب الله. فالجماعة في عرف الجماعات الشقيقة قد هزمت، ولا قوى سنية يمكن إحلالها في هذا الفراغ. يرى الكاتب في صحيفة الحياة أن المنطقة تنتظر مولودا جديدا سليلا لداعش أو نظيره، يعيد تذكيرنا بأن هذا الفراغ ليس حقيقيا. هذا الحال لا ينتظر منه استقرارا، ثمة خلل ولاد للحروب. بدأنا نسمع مؤشرات عن معاودة داعش تنظيم صفوفه في بعض بؤر الفراغ في العراق، وفي سوريا سينسحب الأمريكيون على ما قال رئيسهم، وسيعني انسحابهم ترك السنة العرب مع بشار الأسد والميليشيا الإيرانية وجها لوجه. الأمر لن يطول كثيرا قبل أن يولد هذا الاختلال مسخا، وإذا كانت الحال اللبنانية أقل كارثية من شقيقتها السورية والعراقية إلا أنها لن تنجو إذا ما استيقظ المسخ مجددا. فالنفس المذهبية أمارة بالسوء، وما الهزيمة في هذه الإقاليم إلا عملية انتظار لانتقام وشيك، أن تمنع القوى السياسية الممثلة لهذه الجماعة في الدول الثلاث من التأثير في مستقبل بلدانها، فهذا ما سيستدرج حروباً.
إنها درس لم نتعلمه من حروب أهلية ما زلنا نتخبط فيها منذ عقود. إلحاق الهزيمة بجماعة أهلية لا يعقبه استئناف لحياة طبيعية، ولن تعقبه دول مستقرة. الانتخابات في العراق وفي لبنان ستكون أشبه باستئناف للحروب، أما في سوريا فالمأساة مضاعفة. ذاك أن العالم بصدد إعادة تطويب بشار الأسد رئيساً، إنه الفراغ نفسه، الفراغ الذي سيبتلع أي محاولة لتثبيت معادلة النصر والهزيمة. الكاتب يختتم مقاله بالتأكيد على أن هذا المشهد مختل تماماً، ولا يطول بنا الانتظار كثيراً، وإذا كانت المؤشرات العراقية غير كافية للقول أن داعش ما يلوح في الأفق، يبقى أن الجماعات الأهلية لم يسبق أن قابلت بالهزيمة. في العراق استأنف التنظيم بعض نشاطه، وفي سوريا ننتظر انسحاباً أمريكياً سيولد فراغاً هائلاً، ولبنان ليس بعيداً عما يجري في جارتيه. من غير الحكمة أن ينتظر المرء غير الحروب في ظل هذا الفراغ. قال الصحيفة الأوبزيرفر البريطانية إن الأحداث التي يشهدها قطاع غزة الفلسطيني المحاصر يمكن أن تؤدي إلى إشعال الشرق الأوسط كله، خاصة أنها تأتي في ظل غياب عملية سلام صادقة. وبحسب الكاتب في الصحيفة سيمون تيزدال، فإن ما يجري في غزة يشبه إلى حد كبير ما جرى في مواجهات عامي 2000 في انتفاضة الأقصى و2014 في الحرب على غزة، ويطرح سؤالا يشغل المراقبين، يتمثل في مدى قدرة هذه الأحداث على أن تشعل فتيل أزمة في الشرق الأوسط وأن تجذب كل من سوريا ولبنان وإيران إليها. يقول الكاتب إن قادة إسرائيل من اليمينيين حزب الليكود الحاكم لا يرغبون أو غير قادرين على التفكير بحل الدولتين، وهو ما يفسر الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الجيش. ويرى أن احتجاجات يوم الأرض تختلف عن سابقاتها من حيث التوقيت والسياق، فهي تستمر 6 أسابيع وتنتهي في الذكرى 70 للنكبة بتاريخ 15 من مايو المقبل، احتلال فلسطين عام 1948، كما أنها تأتي في وقت تعتزم فيه الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، في وقت تتجاهل فيه مطالب الفلسطينيين. وهنا يعلق الكاتب على ما ذكر بالقول باختصار فإن موسم جني النقاط الساخنة صار يلوح في الأفق، ويضيف المواجهات السابقة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أنها غالبا ما كانت تؤدي إلى نتائج سلبية على عموم المنطقة. ويرى الكاتب أنه لا فائدة من انتظار موقف من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، فبعد أن اجتمع ليلة الجمعة في جلسة طارئة لم يستطع أن يخرج حتى ببيان مشترك. الكاتب يشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 من كانون الأول الماضي القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، وينتظر تنفيذ قراره بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المقدسة في شهر آيار المقبل. ويضيف لكل هذه التداعيات عزم ترامب على إنهاء الاتفاق النووي مع إيران في آيار المقبل أيضا، وهو أمر إذا ما حصل فإنه سيطيح بكل الأوراق في منطقة الشرق الأوسط. من دون الحاجة للتخلي عن حق الشعب الفلسطيني المبدئي في مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل بما فيها الكفاح المسلح، ومن دون الدخول في سجال عقيم حول الحق في امتشاق السلاح في مواجهة المحتلين، فإنه يتعين على النخب الفلسطينية أن تنخرط في نقاش عميق وهادئ حول المقاومة الشعبية السلمية بوصفها الرافعة الكبرى للنضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال. عري برنتاوي يقول في صحيفة الدستور الأردنية إن الفلسطينيين يمتلكون اليوم الدليل المادي الملموس على جدوى وجدية هذه الأداء الكفاحية في الشروط الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد مسيرة يوم الأرض ليس كما قبلها، فصوت الجموع الزاحفة في غزة والضفة سيتردد صداه في قمة الرياض العربية،
وستتلاشى بفعله أي محاولة من أي جهة كانت لفرض خيارات غير مرغوبة على الفلسطينيين، وهو كفيل بإعادة بعث حركات التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني، وهو يعيد الاعتبار لبرنامج العودة وتقرير المصير وبناء الدولة. لقد أدخلت المسيرة الكبرى مصطلحا جديدا إلى السياسة وقاموسها، حرب الاستنزاف الشعبية السلمية طويلة الأمد. بعد أن ظل الاستنزاف رديفا للحروب والمعارك العسكرية، إسرائيل وحتى 15 من أيار المقبل ستظل في أعلى درجات اليقظة والاستنفار، فعهد الاحتلال المريح ولا وإلى الأبد. فكلفة الاحتلال بدأت بالارتفاع ولن تعود للانخفاض من جديد. إن إدراك الفلسطينيين ما يتعين عليه فعلهم، الضفة الغربية ستلتحق بغزة والشتات الفلسطيني لن يظل على شتاته. فقد استيقظ الفلسطينيون في مخيمات اللجوء ودول المنافي على هتافات المنتفضين، وستعاد اللحمة والهوية الجامعة للفلسطينيين بعد سنوات عجاف طوال من الانقسام والخيبات والانسدادات. الكاتب يرى أن المصالحة الوطنية الفلسطينية سيتوفر لها لأول مرة منذ الانقسام ما كان ينقصها، رافعة جماهيرية تضع المنقسمين في أضيق الزوايا وتسهم في إنضاج طبخة إنهاء الانقسام على نار حامية. فكل من خرج معرضا نفسه وانفراد عائلته للخطر الشديد هتف بأعلى صوته من أجل الوحدة والمصالحة بين الأطياف الفلسطينية. هي أيام وأسابيع حاسمة من الآن وإلى أن تحين الذكرى 70 للنكبة. قد تدخل معها القضية الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية مرحلة استراتيجية جديدة عنوانها الرئيس: المقاومة الشعبية السلمية. تناول الصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إعلان الرئيس دونالد ترامب قرب سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا واصفة تلك الفكرة بالسيئة، وأكدت في افتتاحيتها أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها ترامب بقرارات مفاجئة لا تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، مرجحة عدم إمكانية تنفيذ هذه الخطوة لأسباب واعتبارات عدة. وفي شرح الأسباب قالت الصحيفة إن الفجوة بين السياسات التي تتبعها إدارة ترامب وما يعلن خارجها لا تزال كبيرة، معتبرة أنه أمر مثير للقلق. قرار ترامب كان مفاجئا على ما يبدو لوزير الدفاع جيمس ماتيس والقادة الأمريكيين ومسؤولين كبار في وزارة الخارجية، فجميعهم كان يتحدث ويعمل على سياسة معكوسة تماما خلال الأشهر الماضية. فوزير الدفاع قال في تشرين الثاني الماضي إن قوات بلاده لن تغادر سوريا الآن، وسنحرص على وضع شروط الحل الدبلوماسي دون الذهاب إلى الطريقة العسكرية. أما موقف الخارجية الأمريكية فجاء على لسان العديد من مسؤوليها، لعل آخر ذلك البيان الصادر عنها والذي اعتبر أنه من المهم للأمن الوطني الأمريكي أن يحافظ على الوجود العسكري في سوريا وإنهاء النزاع هناك ومساعدة الشعب السوري. وتساءلت الصحيفة إن كان ترامب يتفق مع موقف إدارته الذي يرفض الانسحاب المبكر من سوريا، وتجيب الصحيفة: يمكن القول إن لدى المشاركين في الصراع في سوريا من أن إيران وروسيا وتركيا وإسرائيل إضافة إلى نظام الأسد قناعة تامة أن ترامب لن يتمكن من تنفيذ هذه الخطوة، كما أن وجود القوات الأمريكية في المناطق السورية الغنية بالنفط التي تسيطر عليها حاليا القوات الكردية المدعومة أمريكيا لا يؤشر على قرب انسحاب واشنطن. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه في الوقت الراهن وحتى وفق معايير ترامب فإن القوات الأمريكية في سوريا يجب أن تبقى. وبرأي الصحيفة تنظيم الدولة ما زال يسيطر على عدة جيوب ومناطق، كما أن ترامب يعلم أن إعلانه هذا سينعش الآمال الروسية والإيرانية لدفع الولايات المتحدة إلى الخروج من سوريا حتى تتمكنا من ترسيخ قواعدهما العسكرية ونفوذهما السياسي، فضلا عن أن قرار الانسحاب من سوريا الآن بحسب الصحيفة سيشكل تهديدا لطفلها المدلل إسرائيل ويدمر نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
طور مهندسون في جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية تكنولوجيا جديدة لتدفئة الملابس عبر أسلاك نانوية متناهية الدقة أرفع 2000 مرة من الشعرة بحسب موقع الجزيرة نت. وبفضل هذه التقنية الجديدة يمكن للأقمشة أن تحافظ على حرارتها لفترة تتراوح بين 8 ساعات و16 ساعة في الأجواء بالغة البرودة التي تصل حتى 20 تحت الصفر، على أن يتم دمجها مستقبلا في المعاطف والسراويل والأحذية. ويقول الفريق العلمي الذي طور هذه الأقمشة والتي يمكن تدفئتها باستخدام تقنية أسلاك النانو أنهم بدأوا إنتاج أسلاك النانو الفضية عام 2010 مع مشروع مدعوم من مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية التوبيتاك، مضيفة أنهم يواصلون تطوير تطبيقات أخرى لتلك الأسلاك عقب انتهاء المشروع. وأشاروا إلى أن الملابس التي يمكن تدفئتها لا تزال تنتج إلى اليوم عبر أقمشة منسوجة بخيوط معدنية أو ألياف الكربون، منبهة إلى أن هذه التقنيات فيها عيوب ومساوئ. بعض صور الكاريكاتور لكسر حدة البرنامج. هذا ما نحمله في جعبتنا لبرنامج صدى الأقلام لهذا اليوم. نلقاكم على خير ودمتم بألف خير.